احنا نروح على اسف كابتن، انا هسمع اجابه حضرتك بس بعد ما نروح تاني لصاله فكري اباظه بمقر النادي الاهلي بالجزيره، ولقاء مع فاروق صلاح وكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. اتفضل يا فاروق. من جديد ده بجد تحيه بيك يا كابتن هيثم وبالكابتن ياسر صلاح وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب انتهاء مراسم القرعه. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. استاذ محمد برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وعايز اخد كلمه النائب الاول مدحت البلتاجي لما قال انت في حضره النادي الاهلي في حضره مصر التنظيم، احنا مطمنين لهذا الامر. اعتقد شهاده مهمه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك كرئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله. الاول احب يعني اسلم على كابتن هيثم وجميع ضيوفه في الاستوديو. طبعا الكلمه اللي قالها معناها كبير وبتحط على النادي الاهلي دايما يعني زي ما نقول كده حمل كبير ان الناس كلها واثقه في تنظيم النادي الاهلي. هو قال من 5 سنين في نفس المكان كان في بطوله بتقام في النادي الاهلي ابطال الكؤوس، ابطال الكؤوس برضو، وكانت القرعه في نفس المكان، وبيثق في تنظيم النادي الاهلي. النادي الاهلي الحمد لله بيثبت في جميع المحافل الرياضيه اذا كانت محليه او افريقيه او دوليه ان النادي الاهلي قادر على ان هو ينظم البطوله بما يليق باسم النادي الاهلي وبسمعه مصر، وبيثبت وجوده وبيقول ان النادي الاهلي يستطيع ان هو ينظم اي بطوله محليه قاريه دوليه، هو قادر على دوت. وان شاء الله نكون عند حسن ظن جميع المسؤولين واجهزه الدوله اللي ساهمت بشكل كبير جدا في ان احنا نكون النهارده موجودين بنعمل قرعه بطوله افريقيا والسوبر الافريقي. خلي بالك احنا عندنا 4 بطولات مش بطوله، احنا عندنا سوبر رقم 30 رجال، سوبر رقم 30 سيدات، ولاول مره بيقام ب4 فرق مش بفرقتين، وعندنا بطوله افريقيا رجال ابطال الكؤوس رقم 39 وافريقيا سيدات 21 فرقه، هو رقم كبير جدا، بتتكلم في حوالي 500 لاعب ولاعبه واداري واجهزه فنيه بيستضيفهم النادي الاهلي داخل صالاته. ده بيقول النادي الاهلي الحمد لله عنده من الامكانيات اللي تخليه يقدر ينظم اي بطوله. ان شاء الله نكون عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وشعب مصر، لان النادي الاهلي المره دي مش بيمثل نفسه، النادي الاهلي بيمثل شعب، بيمثل مصر لانها بطوله قاريه. فان شاء الله نكون عند حسن ظن الجمهور ونقدر نسعد كل الجمهور ونعمل حاجه تليق بسمعه مصر ان شاء الله والنادي الاهلي. اخر الترتيبات بحضور الجمهور، وان احنا زي ما عرفنا ان البطوله بالبطولات او ال4 بطولات بجمهور، فحضرتك حطينا في الصوره بخصوص حضور الجمهور لهذه البطولات. من لوائح الاتحاد الافريقي ان البطوله لازم تكون بجمهور، فاحنا خاطبنا الاجهزه في الدوله وهم عمرهم ما تاخروا عنا في اي حاجه، لان زي ما قلت لك احنا بنمثل مصر والبطوله دي سمعه مصر، فاحنا متاكدين يعني ما عندناش شك 1% ان البطوله هتكون بجمهور ان شاء الله باذن الله. في خلال الايام القادمه او الساعات القادمه ان شاء الله باذن الله يكون عندنا لقاءات مع اجهزه الدوله والامن، وهيتم التنسيق لكل الامور ان شاء الله باذن الله، انما ان شاء الله باذن الله البطوله هتكون بجمهور. استاذ محمد بشكر حضرتك، اتمنى لك التوفيق كرئيس اللجنه العليا للمنظمه البطوله، وان شاء الله تتويج النادي الاهلي بالبطوله. انا اللي بشكركم جدا، ودايما حضوركم معانا قناه النادي الاهلي بيضيف للبطوله وبيخلي اللعيبه والجمهور يحس بتواجد النادي الاهلي مش بس تنظيميا ولكن كمان اعلاميا. اشكرك كابتن هيثم. ده كان لقاءنا طبعا مع الاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، كلام مهم جدا. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد. الزميل العزيز فاروق صلاح بشكرك شكرا جزيلا، ولقاء مهم مع كابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا والسوبر الافريقي.